تحياتي للجميع. يومنا نتعرف معاكو على وادي فارة، وادي من أجمل المسارات في بلادنا على الويز نحل برات. ببلش الوادي من شمال القدس وبصب في نهر الأردن للشرق من أريحة. طول الوادي 28 كيلومتر وبنقسم لثلاث أقسام. قسم العلوي وادي فارة من عين فارة حتى عين الفوار. قسم الأوسط وادي الفوار من عين الفوار لحتى عين القلط. القسم السفلي من وادي القلط حتى أريحة. الوادي بنبع من ارتفاع حوالي 800 متر في جبال القدس، بصب بنهر الأردن على ارتفاع ناقص 400 متر، يعني فرق الارتفاع 1200 متر. هذا الإشي أدى إلى تكون جرف كبير عبر آلاف السنوات، وتكونت أخاديد وكانيونات، برك وشلالات ومناظر جميلة جدا. يمكن أن نزور الوادي طوال العام ما عدا الأيام اللي فيها خطر الفيضان، ويمنع بهاي الحالة زيارة الوادي بتاتا. بالوادي منقدر نعمل عدة مسارات. مسار قصير ببلش من موقف السيارات، منروح على راس العين، منزور دير خريطون من أوائل الأديرة في بلادنا، ومنروح على بركة النخيل، ومنقدر نقعد تحت أشجار الكينة والطاولات الموجودة هناك. مسار طويل من عين فارة حتى عين الفوار. بهاي الحالة نحتاج لسيارتين، سيارة في البداية وسيارة في النهاية. طول المسار بصير 7 كيلومتر ومدته بين 4 و5 ساعات. بتعلق قديش بدنا نفوت على المي، قدينا نتسبح، قدينا ننط بالبرك إلى آخره. المسار بشكل عام سهل، بس في محل واحد بدنا نمشي على حافة الوادي ونستعين بالأوتاد الحديدية بشكل حذر كبير. قبل ما نصل نهاية الوادي بحوالي ثلث ساعة، بتصير مياه الوادي ملوثة بسبب المجاري اللي جاي مع وادي مخماش اللي بصب بالوادي، وهيك بصير كل مياه الوادي ملوثة لنهايته مع الأسف، ما عدا نبع عين الفوار. حول الوادي منشوف آثار طواحين قمح وآثار قنوات مية من مئات السنوات. كمان مدينة القدس أخذت مياهها من مياه الوادي من عشرينيات القرن العشرين لحتى سنوات السبعين. طبعا أفضل فترة لزيارة الوادي هي فصل الربيع، شهر 3-4 يكون الطقس مش حام كثير، وأيضا يكون كثير من الأزهار اللي منتشرة حول الوادي، وخاصة شقائق النعمان، الخشخاش، القطمية، الزنبق وغيرها. كمان الأحياء متنوعة، في عنا الغزلان، في عنا الواويات، في عنا الوبري، الأرنب العادي، ممكن الضباعة في المنطقة. باختصار حياة بيئية متنوعة وجميلة جدا. عشان تزوروا المحل 2 لتر مي على الأقل، قبعة تغطي كل الراس والرقبة، زوادة خفيفة، حذاء رياضي قوي، وبنتظركم مسار ولا أروع.